نعلن عن قبول دفعة جديدة من فئة معاونين الأمن. بعد أن وافق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة بمعهد معاون الأمن، كان المؤتمر الصحفي الذي عقد بمصلحة التدريب للإعلان عن شروط قبول الدفعة الثالثة من معاون الأمن ذكور وإناث، وفي مقدمتها ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عند التقدم، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ويجتاز الاختبارات المقررة مع تحديد مواعيد سحب الكراسات والتقدم. تسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة للمصلحة، وهي معهد معاوين الأمن بالقاهرة، شارع جسر السويس، بوابة رقم 1 للذكور وبوابة رقم 2 للإناث، معهد مندوب الشرطة بالقاهرة، واحد شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس، معهد التدريب الرائي بمنطقة زهراء المعادي القاهرة، معهد معاوين الأمن بالبحيرة، معهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة بسوهاج، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21/8/2017 حتى الساعة 5 مساء يوم الخميس 21/9/2017. موعد تقديم الطلبات اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 26/8/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 28/9/2017. يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة، كما أنه سيؤهل ثقافيا وتدريبيا للالتحاق بالعمل الشرطي على مدار 18 شهرا هي فترة الدراسة بالمعهد. الدفعة بتستمر عندنا 18 شهر مقسمين لثلاث مراحل، مرحلة التدريب الأساسي ومرحلة التدريب العام ومرحلة التدريب التخصصي. الفئة دي لها 6 درجات من الترقيات طبقا للقانون، وما ينفعش انها تنتقل الى فئة اخرى. بيترقى في خلال الفترة دي من معاون امن ثالث، معاون امن ثاني، معاون امن اول، وبعد كده بيبقى معاون ممتاز ثالث، معاون ممتاز ثاني، معاون ممتاز اول. فئة معاوني الأمن والتي استحدثت مؤخرا وتم تخريج دفعة منها منتصف العام تشكل إضافة قوية للعمل الشرطي.